امبارح مع العشرة بالليل العشرة ونص هيداك تعيطوا لي قالوا لي جيبي انا الولد سرق بالمدام هو اللي عند باباه وتاسفنا له والله دخل الرحمه مغفره هو اللي عند باباه خير ما نبدا به هو انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقه الموت قدر الله وما شاء فعل بالنسبة لهذا الحدث المروع الحدث المفزع اللي فزع العائلة بأكملها لهالك الأب ديالو ولد عمتي وأنا من المقربين ديال لهالك البارحة في منتصف الليل ربطوا بي الاتصال العائلة على أنه على إثر هذا الحدث التحقت بالعائلة المستشفى كلينيك السلام فإذا به كنتفاجأ بهذا الوليد تلقى طعنات على مستوى القلب فبعد ما استفسرت الامر تبين لي على انه وقع واحد الشجار واحد هذا مع احد الجيران ديالو هذا الوليد هذا كان قيد حياته كان كيعاون الاب ديالو في الحانوت في البقال اللي سمعت والله اعلم على لسان الام ديال الهالك رحمه الله عليه كان هذا الوليد حتى هو بدوره قاصر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء عنده البقال قال له شي أورو ولا شي حاجة بحال هذا الشكل أعطيني شي حاجة أورو قال له هذه ماشي 10 دراهم قال له هذه 10 دراهم وقع التبادل السب بيناتهم مشى عند الإخوان ديالو شي جوج الإخوان والله أعلم أنا ما كنتش زعما في المكان ولكن هذا هو زعما على هذا ما جاء على لسان الأم والأب ديال الهالك رحمة الله عليه جاءوا هاد الجو ديال الاخوان فتعرضوا السبيل ديالو امام المنزل ديالو امام الباب وضربوه على مستوى القلب طعنات قاتله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هو اللي عند باباه وتاسفنا له والله دخل الرحمه مغفره هو اللي عند باباه وكيعاونو والحمد لله والله دخل الرحمه مغفره تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.